call me a god. ما اريد، اللي اريد اسويه الحين اني ابحر باتجاه الجزيرة اللي فيها يباع الكلفرين، اتوقع كان النار البحرية، المنجنيق. بعدين السلاح الطويل، اوكي المنجنيق، بعدين الكلفرين، بعدين السلاح الطويل. بالتوالي المنجنيق السلاح، اوكي كيف استخدم الاسلحة البديلة؟ نقرب ليفل 1 هو جيد، بس ما في احراق، ما في احراق. ما شيكت بعد ال 49 طلقة، بس في ريلود 20 ثانية. بس الضربة صراحة عجبتني، كان المفروض اني اشوف كم الدمج اللي يعطيني اياه، بس اتوقع انه الدمج، او نقدر نشيك الدمج من هنا. المخطوطات، الاسلحة، المشكل برين، الاسلحة البديلة. هو مكتوب 9000 9000، يعني هذا لو اقرب على حصن، لا ضربة قريبة من ضربات الصواريخ، بس الفرق ان الصاروخ ينطلق عمودي وهذا ينطلق الصاروخ ينطلق افقي وهذا ينطلق عمودي. هل عندي كمية فلوس؟ لازم اخرج من القتال معهم لان الجزيرة هذه ملكهم، فما اعرف كيف بخرج من القتال. بلف حول هذه الجزيرة وارجع مرة ثانية. الحين هذولاك هربوا، وهذا اللي قدامي. هذا كان اليمين، انا حطيته على اليمين، ولا السلاح القديم. نتأكد بس وين حطيته. بازلسك في الأمام، زمزمة في الخلف، فاون في النص، ديم الجديد على اليسار، ديم الإغراق على اليمين. نرجع نشتري الماب أو المخطط من هنا. وصلنا للساعة ونص تقريبا.
كنت متوقع اني بخلص اكثر مهام اليوم، بس خذ وقتنا التنقل لانه ما كنت متوقع انه الحصون ما اقدر ادخل لها نزول السفينة. واحنا ماشيين للأعلى انت اللي تبيع، نتحدث معك ونقوم بشراء المنجنيق الضخم. اوكي، بقى لي 6000. ريشة المثقاب هذه اللي كنت ابحث عنها، فما في فايدة اصلا شرائي لهالشي. فبكرة ان شاء الله بنخلص مهام اكثر، بحيث ان يكون عندنا على الاقل مبالغ. مشكلة لما توقفت او اليوم صرفت مبلغ كبير صراحة. نشوف كالفارين، اتوقع الكالفارين تقدر تضرب 15000. ويت، ليش 15000؟ ألفين. طيب 15000 تلوك بنجارة بنجارة. ليش ما استخدموا اسماء جزر حقيقية او دول حقيقية؟ اللي اذا كان الاسماء هذه حقيقية بس في عصر مختلف عن العصر اللي احنا فيه. الريشة المشكلة انه بحتاج كثير، وهي على كل حصن بيعطيني واحدة يعني، وما اقدر اتاجر مع الحصون. بس الحين انا ليفل 8، فيمكن الحصون بتكون لونها ابيض على الاقل، لانها فقط ليفلين اعلى مني. نشوف اذا قدرنا ناخذ كالفارين. اتوقع انه بسهولة اقدر اصنعه. الدمي اللي قبل شوية شريته وصنعته ما جميل يعني، ما شفت فارق كبير. الأمواج الفسفورية هذه ظاهرة في الطبيعة تعجبني كثير كثير كثير. نروح للمارق هذا. قار وريشة المثقاب مرة ثانية، فما نقدر نصنع الكلبرين. خلينا نشوف إذا نقدر نبايعك أي حاجة. حلو 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 حلو، كافور هذي وهذي. هذا ما بدأ 7000، خلينا نقدر نشتري القطعة الثالثة اللي قبل شوي شفناها، ولكن كلها تحتاج ريشة، والريشة ما بنقدر ناخذها اطلاقا. الى القطعة قادمة، واللي هو السلاح الطويل. السلاح الطويل لو نحطه في الأمام مكان البازلسك، الدمج يوصل فوق 1000. استخدمت السلاح الطويل قبل، فمع المنجن مع الهاون أتوقع أن تكون بحتاج الكالفرين أكثر شيء. السرعة 12. هذا سفن تجارية أتوقع. آه.
2000. كيف هي خط عمودي، فعشان كذا خط عمودي مباشر، ف مستغرب ليش ما ظهرت لي. هل هذا محيط؟ محيط. البحر غامق لونه. هذه نهاية الفيديو بتكون اليوم. ما كان يعني فقط تجميع موارد، ما سوينا فيه شيء. واجهنا صعبين. الحصون أول مرة أتعرف عليها، فإن شاء الله نطور السفينة أكثر. في موجة بتهدمني، حاولنا نهرب. اوكي، اقدر اراوغ. هذا حاجة جديدة بعد ما كنت اعرفها، اني اراوغ الموجات هذه العميقة او العاتية. كنا شفت، ما قادر اسيطر حتى على السفينة. ساعة 30، ساعة رأس الساعة. ما أعرف إذا بتكفيني 7000 أو لا. بنأجل موضوع الأسلحة إلى وقت آخر. الحين أو ما الحين، بكرة بنبدأ نلعب المين ستوري. حلو حلو حلو. الموجات الفسفورية واجد جميلة. نشوف، نستكشف هذا المكان. فاست ترافل في نصف الطريق، نفس الحاجة، حاجة بتفيدنا كثير. أخشاب، سفاحون، خشب ولا وش هذا؟ جرين هات. المارقون هؤلاء، والله اللعبة مليانة باللاعبين. سلاح طويل، ماجنت وفلوس. هذا اقدر اصنعه، سبيكة الماجنت. هذا اقدر اصنعه، متأكد. الماجنت موجود هنا. بسهولة بنبدأ من هنا بهذا الاتجاه، أو السفن اللي جنبنا. لو ببحر بشوف السفن اللي جنبنا بيكون فيها ماجنس، محتاج الاثنين وأصنعه، ليش لا. نصنع سلاح طويل، بنأخر شوي. أتوقع هذيك السفينة، بس بيكون ليفلها شوي. اوركاس، ليش ما قادر. بنقرب الجهة اليسرى. هذه سفن تجارية، متأكد منها، بس ما عندهم الماجنتس. بيدمرني. دمرني. ابدا ما كنت اصلا قادر اني اقابلهم، مع انه ليفل 10 وانا ليفل 8. بس اضرب من الجهة اليمنى، الجهة اليمنى سلاحي اضعف من الجهة اليسرى،
فأفضل نكمل في وقت آخر، لأن ما قادر أحصل على سبائك الماجنتس. يعني حتى هذا لو دمرته، حتى لو دمرته ما بقدر استفيد كثير. اوبي اتوقع ان ننهي الفيديو هنا. اوريدي يعني اقوى مني واسقطني مرتين، اخذ الموارد واهرب، مع اني امس متاكد اني قدرت اقضي على ليفل ابدا. افضل اني اروح فاست ترافل. هل بقدر ادخل ولا لازم ادخل من منطقة ثانية؟ اذا اقتربت كذا لازم الف من الجهة الثانية المقابلة، ولا ما في طريق؟ That's stupid. نرجع من هنا. نشوف fast travel. انهي الفيديو بعد ما نقترب من المكان اللي نقدر نشتري منه او نفجر فيه الماجنتس، نحصل فيه على الماجنتس، سبيكة الماجنتس. انا بحصل على الماجنتس ولا السبائك؟ نشوف. نرجع للسفينة ونسوي اصلاح، انتقال سريع، نخسر فيه فلوسنا بس. ايوه ما بقدر احصل على الماجنتس باي طريقة الا من الحصون او عن طريق الشراء من هنا. سبيكة الماجنتس، ايوه. افضل طريقة ان من هنا نطلق. ويت، ايوه، لانه ما عندي فلوس فالافضل من هنا نطلق في وقت آخر. طبعا هذا نهاية الفيديو. إذا تعجبك اللعبة تحاول أنك تحصل على فيديوهات تخص اللعبة، معلومات تخص اللعبة. إذا عجبك المحتوى اضغط لايك، اضغط سبسكرايب وسوي شير لأصحابك. هذا نهاية الفيديو ونشوفكم إن شاء الله في وقت آخر وفي فيديو آخر. اليوم ملخص اللي سويناه كان عبارة فقط عن شراء المخططات، وصنعنا سلاحين، السلاح الهاون اللي هو من الأسلحة البديلة في نصف السفينة، والسلاح الثاني اللي كان على اليسار سلاح الديميلي في الفور أتوقع. نتأكد منه، السلاح الديميلي في الفايف بقوة 1200. كان جيد، أقدر أصنع الثاني بس ينقصني القار الخشب. لما أحصل عليه بقدر أصنع الجهة الثانية من الديمي، بس أنا أريد الجهة الثانية تكون عبارة عن سلاح آخر فقط للتجربة. نهاية الفيديو، نشوفكم فيديو آخر، والسلام.